دكتور سامح لون، ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور سميح رمضان لواند، أساساً أستاذ سابق في جامعة ماكماستر، ثم التحقت بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، ومؤخراً كنت طبعاً رئيس قسم القلب وطبيب طب القلب التداخلي، مؤخراً صرت رئيس قسم القلب في مستشفى دلة، مؤسسة خاصة لكنها من أكبر المؤسسات الخاصة في الرياض بالمملكة العربية السعودية. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور، كنت عايزة اعرف حضرتك جيت قبل كده كارديو أليكس؟ انا من رواد كارديو أليكس. دكتور محمد صبحي مصر دائما انه يدعوني، وانا دائما بلبي دعوته، وشاركت باعطاء محاضرات على مدى عدة سنوات، بعتقد صار 10 سنوات، وكل مرة بكتشف انه كارديو أليكس ملجأ كبير للأطباء وللمتعلمين والمعلمين، وصرح يجب ان يستمر، ونحن نفتخر فيه كعرب وكأبناء هالأمة يعني، وان شاء الله للمستقبل يكون افضل. طب حضرتك ليك نظرة السنة دي مختلفة في المؤتمر؟ الملاحظة الأولى أنه الحضور على زيادة مثلا، ملاحظة الثانية تنوع الخبرات المحلية والمنطقة والعالمية، وأسماء معروفة عالميا بتحضر، وهذا بيأكد أنه سمعة المؤتمر بالاتجاه الصحيح، وحتى تجذب ناس لهم قيمتهم العلمية والخبرات العالمية، فهذا بالشكل طبعا يمثل تطور وتحسن، وهذا شيء عظيم. دكتور، كنا عايزين نعرف من حضرتك كيف استخدام وسائل توسيعية الشرايين التاجية للقلب بدون الإكثار من الدعامات؟ هي الموضوع انه الدعامات هي اصبحت جزء لا يتجزأ من الحل لمشكلة الشرايين التاجية الضيقة أو المغلقة، وطبعا هذا مرض العصر، والمشكلة عند بعض الناس ويمكن نسبة ليست قليلة أنه عدد التضيقات بالشرايين التاجية تكون شديدة متكررة ومنتشرة، وتصبح الحلول صعبة سواء كان بجراحة القلب المفتوح أو حتى بالدعامات. فالفكرة انه لما نحن نضع دعامات، كل ما كترنا دعامات اكثر، او المساحة او المسافة اللي توضع فيها الدعامات كل ما كانت اطول، كل ما مشاكل في المستقبل. تقنية وضع بالونات معينة لتوسيع الشريان باستخدام علاج يبطن جدار هذا البالون، بحيث انه يستطيع ان يدخل الى جدار الشريان التاجي دون ان نحتاج الى وضع دعامة لتثبيت هذا الشريان، تصبح ضرورة ملحة. كان هناك محاولة لاجراء دعامات، لصنع دعامات بنسميها نحن بالبلاستيكية، لكنها أثبتت مع الوقت وبعد مضي 4 إلى 6 سنوات من بداية استعمالها أنها أصيبت بمشاكل وتعرضت لانتكاسات. فرجعنا لمبدأ أنه هل نستمر فقط بالدعامات المعدنية، ولا نلجأ إلى ما يسمى الدراج كوتد بالونز، أو البالونات الملبسة بدواء يمنع إعادة التضيق، وبالتالي يمنع المشاكل المترتبة عن وجود دعامات معدنية وتشابك معدني ما بين دعامة وأخرى، اللي هذا يصبح بؤرة لإعادة المشاكل، سواء دعامات تتعرض للجلطات أو دعامات تستطيع أن تتضيق مرة أخرى. فتأتي هالتقنية الجديدة اللي هي تقنية البالونات الملبسة بالعلاج المانع لإعادة التضيق، تصبح نظيفة خالية من المشاكل بشكل عام، وتمنع حصول مشاكل على المدى الأبعد، اللي هي من 1 إلى 3 سنوات ما بعد الإجراء. ميرسي جدا يا دكتور.
أهلا وسهلا.